خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. وعواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد ان شاء الله عليكم باش ما تمنيتو خوتي. ان شاء الله اليوم نحضر معكم حلوه ديال التمر اللي كتجي رائعه. خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هذه الحلوه هذه خوتي خواتاتي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج معكم في الحلوه اللي شفتوا معايا. هاد الحلوه كيف ما قلت لكم كتجي رائعه. عندي بسم الله على بركه الله، عندي هنايا التمر، كيلو ديال التمر اللي صوبته انا في المنزل ديالي، التمر اللي كنعزلو، داك التمر اللي كيكون طايب اللي كيكون رطب كنحيدو العظيمات ديالو. هنا حيدتو العظام وفورتو في الكسكاس وخليته حتى برد، طحنته في الطحانه ديال مطيشه باش كيجينا هكا مزيان. وعندي هنايا واحد الكاس ديال اللوز، كاس ديال العنبه عامر ديال اللوز اللي حمرته في الفران بالقشور ديالو وطحنته، وكاس ديال الجنجلان حتى هو محمر ومطحون. وغادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال الماء الزهر، حيت انا هاد العقده ديال التمر رطبه ما غاديش نحتاج ليها بزاف ديال الماء الزهر باش ما تطرطقش لينا الحلوه في الفران ملي نكونوا كنطيبوها. وغادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، زبده حيوانيه من الافضل. وبالنسبه للعجين غادي نحتاج نص كيلو ديال الدقيق الفرص، وغادي نحتاج واحد الساشي ديال الفاني، غادي نحتاج واحد نص كاس صغير ديال ماء الزهر، و200 غرام ديال الزبده كما قلت لكم الاحسن تكون زبده حيوانيه، وجوج معالق ديال السكر سنيده والماء على حساب باش نجمعوا العجين. العجينه تكون قاصحه، ما تكونش العجينه مطلوقه باش كتجينا زوينه في التشكيل وكتجينا سهله نشكلوا بها الحلوات ديالنا. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بالعقده ديال التمر، انا خوتي كنفضل هكا هاد العقده ديال التمر نصايبها في الدار حسن ما نشريها، كنعرف اشنو دايره فيها. وغادي نضيف اللوز، نزيد سمسم ولا جنجلان، وغادي نضيف القرفه، وكيف ما قلت لكم غادي نضيف واحد المعلقه ديال ماء الزهر ومعلقه ديال الزبده، وغادي نخلط هاد العناصر كاملين مزيان مزيان مع بعضياتهم حتى ينسجموا لي مزيان، ونرجع باش نعجن معكم العجين ديال هاد الحلوه هاد. ما خلطت العقده ديالي ديال التمر، هانتوما كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندوز باش نخلط معكم العجين، غادي نضيف ساشي كيف ما شفتوا، ساشي ديال لافاني، وجوج معالق ديال السكر سنيده، عفوا السكر كلاصي ماشي السكر سنيده غير سمحوا لي. دابا غادي نضيف الزبده، نخلط هاد السكر كلاصي بعدا مع الفاني، وغادي نضيف واحد الرشيشه ديال المليحه، شويه ديال الملحه، نخلطو هكا مزيان العناصر مع بعضياتهم، ونضيف هذا الزبده 200 غرام ديال الزبده، وغادي نرملها في هذا الدقيق هذا حتى نخلطها مزيان ترمل لي هذا الدقيق مزيان مع الزبده حتى ما تبقاش داك الزبده كتبان. وعاد غادي نضيف ماء الزهر والماء من الروبيني شويه بشويه، صافي. من بعد ما دورت الزبده مزيان بسبستها في هذا الدقيق هذا، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هكا ولا مرمل. الزبده ضروري تكون عندنا بحراره المطبخ باش كتعاوننا دغيا كتخلط لينا مع الدقيق. دابا غادي نضيف هذا نص كاس ديال ماء الزهر، بسم الله، وغادي نبقى نزيد الماء شويه بشويه، وغادي نقول لكم حتى لي شحال ديال الماء تخلي في هذا العجينه هذه. هانتوما من بعد ما خلطت العجين ديالي، هانتوما كتجي هكا على هاد الكثافه هادي، ما كتجيش خفيفه، كتجي شويه شاده راسها. من داك الكاس ديال الماء شاط ليا هنا تقريبا جوج معالق كبار ديال الماء، صافي. هاد العجينه غادي نلفها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح، وندوز باش نحرم ولا نكور العقده ديال التمر. هانتوما هنايا من بعد ما سرحت العجين ديالي، هانتوما كنت سرح العجينه رقيقه
فوق بلاستيكه ضروري. وهنايا العقده ديال التمرته هي سرحتها بنفس الحجم ديال العجينه حتى هي تكون رقيقه. هنا غنستعمل هذا المرشم هذا، غادي نطبع الحلوه ديالي، غادي نرشم الحلوه ديالي بهذا المربع. ضروري نغمسو في الطحين باش مش ما يلصقش لينا المرشم في العجينه. نرشم بحال هكا مربعات، وبنفس المرشم ولا الطابع كنرشم كنطبع في التمر نفس المربعات يكونوا قد قد نفس الحجم. ضروري كنديروا المرشم في الطحين باش ما يلصقش لينا. صافي غادي نحيد هكا مربع ديال العجين هو الاول، وناخذ مربع ديال التمر وغادي نوضعو فوق المربع ديال العجينه يجيوني مقادين على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ناخذ عاوتاني مربع ديال العجين ونزيدو فوق المربع الاخر ديال التمر وديال العجين هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا غادي ناخذ ديك الكويره الصغيره اللي درت ديال التمر وغادي نوضعها في وسط المربع. غادي نجيب واحد السكين وغادي نقطع هكا كيف ما كتشوفوا على اربعه ديال القطع يكونوا متساويين يكونوا قد قد باش تجينا الوريضه مقاده. غادي ناخذ هكا هذا المربع وناخذ هذا القنيت اللي قطعت بالسكين ونحطه فوق التمر فوق هذيك الكويره ديال التمر، وضروري ندهنوا بواحد شويه ديال الماء ولا بالبيض ديال البيض غير باش نتجنبوا ما تحلش لينا الحلوه ملي نكونوا كنطيبوها. كناخذوا القنيت وكنحطوه فوق التمر وكنشدوا داك القنيت الاخر ونقرصوه بيدينا باش كتحل لينا هكا الوريضه وكتجي زوينه المنظر ديالها. هانتوما كنتمنى يكون واضح ليكم على هذا الشكل هذا، هكا كتجي بحال النجيمه. ودابا غادي نصاوب معكم الشكل الثاني كيف ما كتشوفوا معايا. هنا الكويرات درتهم كبار ديال التمر، وهنا عندي هذا المرشم هذا اللي غنقطع به هكا العجينه على شكل دائري. غادي ناخذ هاد الدائره ديال العجينه وناخذ الكويره ديال التمر ونضعها هكا في الوسط ونجمع العجين ديالي هكا على شويه بشويه. الا كان عندنا شي عجينه زايده نحيدوها. صافي غنكورها بحال هكا نقادها، وغادي نجيب هاد المرشم هذا على هاد الشكل هذا اللي كتكون فيه هاد الزواقه. غادي ندير هاد العجينه في قلب هاد المرشم ونبقى نضغط عليها مزيان حتى تاخذ ليا الشكل ديال المرشم. نضغط عليها مزيان هكا مع الجناب ونثبتها مزيان كيف ما كتشوفوا حتى هاد الشكل كيجي زوين ما شاء الله. هانتوما كتحيد بسهوله من داك المرشم وكتجي على هاد الشكل هذا. وهنايا من بعد ما ساليت الحلوه ديالي بالشكل كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما هذه ديال النجيمه كتجي هكا على هاد الشكل هذا كتجي راقيه. وهذه الاخرى اللي المرشم اللي وريتكم حتى هي هذه ساهله في التحضير دغيا كنسربيوها كيف ما وريتكم اللي طبعتها بهالطابع هذا راه موجود في اي بلاصه. صافي الحلوه ديالي هي هذه، غادي ندخلها للفران. الفران عندي سخون غنقص ليه ونخليها طيب على خاطرها ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي كيف ما شفتوا معايا، حلوه كتجي رائعه وراقيه شوفوا ما شاء الله. نتمنى يكون كيبان ليكم. هانتوما عندي تبارك الله بلاطو، وها هي كميه اخرى مازال عندي هنايا تبارك الله ما شاء الله كتعطي كميه كثيره وكتجي رائعه كيف ما شفتوا معايا. يعني طريقه سهله مهله باش نحضروا هاد الحلويات ديال التمر للمناسبه ديال العيد الفطر
الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا ربي. خوتي خواتاتي، شكرا لكم على المشاهده وعلى اللايكات ديالكم والكومنتيرات الزوينين اللي كتخليو في حقي. مره اخرى عواشر مباركه باش ما تمنيتوا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.